اتفضل. يا نبيله السودا وانا كنت انت مين يا عم؟ ميجي دورك. قابل يا عم الذنبي. ميجي دورك. اتفضل. 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 ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل. ميجي دورك. اتفضل. يلا قلنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. ايه الريحه دي؟ الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. لا البس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا سمو الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في اي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. يسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم. أهلا أهلا بالأمير طربال، وأنا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا ما أقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبه دي. انا عايز اخبار. اخبار. انا وصلتني اخبار ان قمر الدين ده بيقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. انا من اللحظة دي كل اذان صاغية. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التو واللحظة مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما انا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز
مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، الفخر كله الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مش من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهول وفاتح صدرك، اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسمع واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. انا عندي مشكلة. خير خير يا مولاتي. انا عايز اتجوز. ايه؟ ولازم اختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعا، واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الان وخليكم حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تاذني اجهز نفسي للرحيل، اخد بعض النضرجيه واروح عشان استطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، انت خطيبي دلوقتي والقصر.
بقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي دلوقتي عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلعي، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين؟ اتكلمي تاني كده؟ انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. بس انا عرفتك. ايه؟ انت محروس. محروس؟ محروس، انت محروس. يا ست المحروس مين؟ انا اللمبي، انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقضيك يا اسالك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني، طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكة مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شوية. بقولك يا اميرة زينات، انا من رأيي كده تعيشي مع الجردل والمكنسة فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفاية انهم خلقوا عين حمامة. يا حبيبي يا حمامة. انت يا بنت عندك كهربا زيادة ولا عبيطة؟ انت بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعمية وكل حاجة ولحمة وكل حاجة. خلاص ماشي، بس اهدي شوية دلوقتي. انا هساعدك، هساعدك عشان خاطر تمسك العرش. والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس أمانة عليكي تطلعيني براءة، لأن هم مرتني في جريمة كده، تربال وشجرة الرز، وأنا ماليش في الكلام ده. أنا جايب المفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارسة ده وأخد بعض وأمشي على السيدة زينب. أنا تعبت، عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة هتبط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا، وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أكون لكم. يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني عيش، حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي إن دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لأنك أنت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى إيه الوضع؟ وأنا النهاردة جاي أكشف لكم عن الحنوضة اللي أنتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، وأحكي لكم قصة قتل الأمير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي أيتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. أيها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت لها أن يقتل قمر الدين كل سنة وهو طيب.
فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في البوبوب. وما أدراكم ما طعنة البوبوب؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منهم ناسورة في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا أنا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحب، وديكوا شايفين المسألة مسألة واضحة وضوح الشمس. قتل الأمير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا اللمبي الخان، اقتلوا اللمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كذاب، والمصحف ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من القلعه وسيده زينب، بعمل طعميه وفول وطين جنب خلل وفلفل من هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكنز. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ها؟ جاري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عاش الامير لمبي، عاش الامير لمبي، عاش الامير لمبي. ردوه على الكبر هناك، دخلت من هنا في الشرق، اضربيها بالمبقاب، حطوه في التلاجة. عاش الامير لمبي. انت فين يا زيناد؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زيناد؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زيناد فين؟ انا هنا يا حمامة. هي وحلاوتها هي. امال فين الليمبي؟ ما انا هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا هو يا حمامة. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك. ايه؟ التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زيناد. يا عم. التتار جايين يا ليمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم ده. الحرب. يا عم. الحرب يا زيناد. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب التلاتة عرفت. التتار. الله يخرب بيت أم التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا أخي ما قلت أنا خلاص بقى. ده أنت سعيد أوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار. بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يلا يا حبيبي. يا عم انزل وداعي ناقصه خانقه هتقولي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال، الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى، اقتلوه يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شاور مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى، ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي، خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. لا قول انت، قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد، الى السنديد. اطلع اطلع اطلع، يلا سندباد. ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون؟ ليمبي. نعم مين؟ ليمبي. عم هريسه. ليمبي حبيبي. عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده
إن أجلي أيوه قرب يقترب. يا ألف بركة تعالى بقى، خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز أموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز أموت في أي حتة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، يحيى شهيد، يحيى شهيد، عاشت مصر حرة مش محلة. يلا 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 أخليني شوية ألف يا بنت. يلا بقى كانت سايلة قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟ سندوني على مالك. انزل 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 ما تخافش. انزل انزل انزل. ايوه بس سيب نفسك سيب نفسك سيب نفسك. ايوه بس ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا، متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. عارف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبة. أيوة ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ أجيب له نبوت العسكر. تجيب له إيه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك إيه بقى؟ مش وقته اسمك إيه والكوارع اللي منزقة إيدك دي؟ إهدي منها شوية. إيه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ أنا فعلاً أيوة محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق إن أنا غلطان إن أنا بتدخل في العيلة دي؟ يا سلام. هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح. أنت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وأنت كنت متجوز أحد العسكر ولا إيه؟ أصلها كانت وحيدة على سبع بنات. وحيدة؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا إيه؟ وحيدة على سبع بنات إزاي؟ لأنها ما كانتش حلوة أوي زيهم. أيوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك. عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. ذكر بط وذكر بط. ماشي 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 خرف يا عم هريسه. ايوه وبعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ ايوه هي تحدفني بنبوت. أيوة. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. جرى يا رجالة، احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة يا أبو هنمي. قول، أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين؟ الراجل بيقول لك بيموت، بيموت هنهبي فيه أكتر من كده يا بختي. الله! وهنعمل إيه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله! الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، أنا عندي الحل. إيه هو؟ أكيد يا أخوانا هريسة قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانة شجرة الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة، والله كلامك أحلى من لقمة القاضي يا سيد هضبة. يا سلام كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجالة نراقب اللمبي دوت على طراطيف إيدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغاية ما نعرف مكان الكنز فيه، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. انا بقول ايه من الصبح؟
على هريسة نتسلط عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. قول لي بقى النبي لمبي. هيا قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو انزل في امان الله. تعال بقى يقول لك ده كربات. فين انا؟ كنز يا بنت. كنز. ايوه كنز. لا ده هنا النقطة عالية. يلا تعالي يلا بينا. ده عشان نهرب. عندي يلا يلا بينا. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي. فين الأمير تربان؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة. قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى. اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. اتدعوهم شالنبي. دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولف ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم حماسة صور وخلاص. الله أنت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقول لك الشعر هياكل وهيشرب وهيتمنع بعد ما انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيتباع لك اي خروف من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى وكل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي. لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه. انت تصرف انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك مش خاطر عندي ميتنج دلوقتي. اوكي؟ يلا بينا يلا. يلا يا تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى اوف بقى اوف بقى. خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا يلا بينا. ما تقعديش تقولي فيه ومن فيه يا حاج. يلا اجري يا مان. يلا النوتة يلا خلاص. استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوته. ايه زنوته
بص يا زنوت يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شويه في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر، الصوت ده يحكم مدارس ثانيه يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن هما. ها هو لمبي. اه لمبي ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك يا لمبي والله. بص هحطك في بقك، يلا خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. امورنا خواجه، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيدياك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه يا مريا. اسكندريه يعني بينه وبين السيده زينب ساعه ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابدا كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري اللخبطة دي بقى. يا لنا ست داية، يا لنا ست فتيسي. يا ابو شلباية فين الناسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي يهلوا. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحلة من مصر. دلوقتي يهلوا، اجيب كرسي شمسية. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي. الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، دي مش فرض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ما فيش حد مالي عينه ولا ده انا اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ناد من ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء يا انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشنا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما تزيد. مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه. انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطوطو لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح.
انت تسلمني هذا؟ نوم المصحف يا معلم سنارة. انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يحاولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطة، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم. بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بني، والله العظيم ثلاثه. بس يا رجاله، انا عرفت الولد مين. الحمد لله اهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب ابو عصليه اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى له الدوك كراكول. يا عم انت ما تتكلمش خالص، انت بقى وزع ايدك يا ولد. اخ عبك ايدك يا اخ. الله، يلا بينا على الكراكول يا رجاله. يلا ما تعايز ابن انت بقى. يلا يا اخ. يلا يا ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي عملته. والنبي يا عم انا مش سيدنا والمصحف، انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدع ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركب ابو عسليه. اصليه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد على حق اهو، والنبي على حق. سيبني بقى، اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط. في مفتاح وفي باب بخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسة. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي، امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. دواء يا عم انت يا عم مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام اعصابك يا فندم، اعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده على حاجه ولا انت ما تغلس، امنع الكلام ويلا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكوا لي. الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. شفت بقى على حق، والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيده زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع الكلام. انا مش نبي والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام؟ يلا بره. باخد اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت. كما كنت. مش عايز اقول مش طب ولا لا. كما كنت ودخل. والله ما عملت حاجة، والله ما عملت حاجة، والله ما عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير؟ لا نقعد. ايه ده؟ ولا ولا قوم. ايوه. اقعد. ما نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كن. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى، ده في سفنك كتير، في سفنك احلى. صحت يا باشا، انا مش من هنا، انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل طعمية وعلى باب الله. بدنا انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار، وكان في فتحة بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبرة انا وبسبوسة، وبعدين فتحت الباب فجأة لقيت نفسي في قلب السحرة وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا؟ ما
قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوه ولا حادقه؟ الولد ايه؟ اشرب يا طازي ما عندوش حاجه. اشتعل ليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليمه. من عينيا من عينيا، بس انت عارف ان الحال ضيق، بس انا هتصرف. ولا يهمك، قريبه ولا بعيده يا جدع؟ رقبتي ماشي يا حليمه. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمه، هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله، أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده، قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه، انت تطلع على البوظه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر، والحساب عندي. يدوم الواجب ابو بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم ابو بديعه، يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتله يا عم. ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلنا كان الباب ده وجه منين، فخرجت الناحيه الثانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة ظهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منذ كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا، رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم فقلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان محدش يزعجنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم، مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عساليه، والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثة، ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غني علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربك يكرمك يا حماد حلولي. ادعيلي ربنا ياخدك. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان، ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وشي جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حمضان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متنصمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت انا جند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. قمنا يا شبا قمنا يا شبا من عيوني حزينه. قطع يا عم. سفينه رست على المينا قمنا يا شبا قمنا يا شبا. يلا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والشيلاتي بيحب الحر.
ايس كريم وجلاتي ايه الامبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني؟ آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق الامبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه؟ من اللي عم بقول بليك في الشرب حاسب شويه، ده انا حور وحشرب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق انا مش حشرب الا مع الراجل ده حبيبي. خش تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش انا اختي واقفين بتنزل مخدماتي. شوف الولية الناقصة بتسك الشيش في وشي، ايه هيفكولك لحام صدرك؟ جاتك داهية في ريحة الشباي اللي طالعة من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مقمع، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب، ما تتلم يا سلفندي. انا اسمي ادرا، النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلاقيح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري. مالك يا لفندي، مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخه بقى على الريتونه. رجاله او فيش؟ نحمد ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك. عشتوا؟ قال هو فين بيت نظله المخدماتيه دي؟ جنبنا. تعالي نوصلوك لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لو ما انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروحوا عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازق لازم في نزله المخدماتيه اول عتبه. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه؟ بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق، لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديع، مش قادر خلاص. الله، انت ايه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق، لا تشرب القرعه يا ابو بديع. دي سادس قرعه اتشبط، انا خلاص شنبه هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، والواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ناخدك في سرنجة. اقعد حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تاني يا الي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت. ايوه افتكرت. فضلت بقى الف في السنين والسنين تلف فيا وانا الف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفي يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الوضع على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال انف في السنين.
كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبدو، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، مش شبه عليا ولا حاجه؟ على فين حبيبي؟ بنياتي حبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ حبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيت القريه صح؟ تستبتي انت؟ حبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ على بضيعه؟ ابو بضيعه؟ عرضو عرضو يا لمبي، الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يسلم لمبي، انت عرفت ان انا من ضيقك اللي خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد شرطه ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا، طلع انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي، دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضو عرضو خلاص، هقول لك عيان ده واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو، مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانة. انا فاكرك هتشرب قرعة ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتأكدني ايه؟ اهو يا عم اللي تلقصلي على الصحبية. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حسدنا. ها حسد؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك؟ ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا، تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا عاملين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكوا، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضربه. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا، احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان، على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. بقيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، ده رأي ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحدة كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ وصل الأمانة اللي أنا كتبتوله. لا لا لا، أنتوا كده أوفر قوي، بصراحة مفيش رجولة بالشكل ده أبداً. أنتوا مش خايفين إن أنا آخد الحاجة دي طيب وأروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني، وأنت تلاقي إن تركيا بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك.
كذوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا الدبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود، انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسه كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه نحافظوا عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل الفي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعه في الشغل. يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمة تانية همطير رقبتك. ليه طب والفنانة تبوظ؟ الله يمشي الفنانة. أنا معاك يا عم والله، والله معاك. أبو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما أنا خليني قاعد أهو. طيب بدي إيدك دي ولا رجلك؟ أنت واكل إيه؟ زبرت؟ يا اختي انا تعبت كفايه، لو احنا ندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا تدفنوكي مطرحي. عليك الصوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان دي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يسهل. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذه يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذوره. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساغ. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذه سلمبي. لا ولا حاجه. اهلا اهلا مشرف. الله يخليك. في بيتك يا اخويا. الله يخليكي. الميه دي لسلمبي. الميه دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي، يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله، جدي ابو رياله الكبير، يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك احسن ناس. امال ايه ده كان يعني؟ بصي ما في اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ هو في حد تاني جاي لسه؟
أختي أختي في حد تاني جاي. سيفي في حد تاني. يا استفتيسة يا استفتيسة. يوه أنتوا عندكم رجالة؟ هم فين دول الرجال؟ ما تخافيش يا شابة، ده سي عبد وجوزي. خشي يا أختي البيت بيتك، خشي. أيوه عليكي، أنتي مكسوفة، ده البيت بيتك يا أختي. يوه أنتي نورتينا يا حبيبتي. هو أنت؟ أنا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركة الصبح؟ اه انا اللي كنت عامل عركة الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركة؟ لو انت صادق، انا الولد الطري اللي انت عكننت عليه على البحر. اه تصدق عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحتة دي. طب ما نيجي دراعك عامل ايه الوقت؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مصاغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المصاغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. دول بينفخوا من السماء. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف، وادوني فلوس وادوني مساغ. يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا. اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب المزمزيل المزمزيل مش ماشيه البنايه؟ هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي وشاكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمه، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيدي الناس، طول عمرك فايس وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا هم هم حبه. حاضر يا سيدي الناس. انت رايح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. Come on.
يلا تعال. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله دي احنا. فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. اوعي دوا يا فندم. مش وقته يا بني ادم، احنا في مرايا. هجوم. لا انت طول عمرك غداره. انا عارفاكي كويس بس انا مش هنسكتوا. انا بس كله اسكت لحاله، انتوا فاهمين ولا حاجه خالص؟ اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا الخوه. انا بقول لك اهو، اوعي 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 تسوي لك نفسك. اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك. انتوا كله اسكت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابط لي يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا. اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملك الشاي ولا هو سعاده الباشا. بيعملوا لي فين؟ في القسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا القسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه قبض لي على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا الجثث. خلاص انا وصلت لك الحلقه. لا تعالدنيش، خد ضهري بسكه. هات كويس سكه سكه. مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت ساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجة؟ كلمة دي خطر قوي على فكرة. سالف مني بقى؟ انت عارفة عم هريسة؟ فين عم هريسة؟ لا انا معرفوش، بس يمكن ابويا يعرفه. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربة سنود واسود ولا ايه؟ لا يا قاص. اموت في الادب، اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا Yeah.
رقصص يا واد رقصص. أنا لأضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرقى قلبي كلاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانيه، وده شعرك حني بيه بالزبدة ودانيه، وده شعرك حني بيه بالزبدة ودانيه. ولما جه العريس سيبتي، وانا اللي ليلي طال اتاري الله دي فيها عين، اتاري الله دي فيها عين، وانا اللي شبت ما تعلم، وشعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة. شرحلك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله، انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت مش هتطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لو النبي اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لو النبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف الأمن إنه الراجل ده مش عارف مين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر إنك أنت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وأنا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. أنت عايز من اللي جابوني أنا إيه في القعدة دي اللي أنا عطنت فيها؟ أنا عاوزك تتجوز البت دي، أصلك أنت باين عليك إنك أنت جدع من الحكايات اللي هي حكيتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف، لطيف جميل. أنا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعه، اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص، هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم
إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد يا واد، أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش على ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش، نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد كده، خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما قبلش إن مراتي ترقص في كبريت بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس. اسم أناناس، اسم أناناس، اسم أناناس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا أحلى أحلى أنواع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي، ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفض كده وأتفز أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا أنوعة، أفتكر إن أنا اتجوزت. أنام أشوفك أتفزع، أنام أشوفك أتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لأن أنا كان عندي وأنا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ آه كان كبوس وحش أوي أوي. آه والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك، هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايم. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب، اموت في الجلي، اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده الصباح الزفت ده على الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعال يا يابا. تعال يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله ابوك بقى كوكب الشرق جاي للصحيحة. صباح الخير يا ابو النوع. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسة بعد جوازي من النوع على طهر وشدد على هريسة، فين هريسة بقى؟ هريسة ده ايه؟ الهريسة ده ايه؟ هريسة اللي انت قلت لي ان من امك الافريقية ده ولا الفلبينية؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجرة، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جرايه يابا انت قلت الكلام ده. انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت ال... لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لمبي، وادي الطربوش. أنا فاكر أنت كده بتغلط في المصريين. ما فضلك لبسني الطربوش. تعال اتفضل. حلو كده؟ أمال يلا بقى، أنت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريسة على طول كده. أنا عرفت إنك أنت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. أمال إيه؟ مش قلت لك يا ماما؟ يا ولاد أنتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى فين هريسة اللي خلاص؟ فوق فوق؟ مات من غير ما اعرف السر؟ بقولك ايه؟ هو ده فعلا يعني ابوك يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسة والنبي. طب يلا بينا. يلا. ايه ده ايه؟ انت داخله هتعملي له نمره؟ هترقصي؟ ما تستنى تجمدي يا بنت، انت ايه؟ توقف مع الراجل مش صباح تبشير. بتغير عليا يا لمبي. امال ما كنتش غير عليك، انا غير على مين يعني؟ أموت في الأدب، أموت في الشلي. يلا أبو انتباه، يلا انتباه. حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب. معتدين مرش. يا بخش. أيوة كده استرجل ده بس. صباح الخير يا عم هريسة. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟
أمال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتأكد من حاجة. خلق الناطق أبويا الله يرحمه. أنت عم هريسة؟ لو أنت ابن حد متدياني فأنا مش هريسة. طب لو أنا مش ابن حد متديانة أبقاني هريسة. هو اللي أنت بتدور عليه. أنت مين؟ أنا الليمبي. الليمبي؟ أيوه. يا رب أنا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسة، ما لسه قايلك إن جوز الليمبي. جرى يا بنت ما تبخش فيه. الله. أموت في الأدب. أموت في الجلي. هقول والنبي بقى يا عم هريسة. ممكن أكون سمعت الاسم ده في حتة كده ولا كده، أو بشارة قالها الطالع. أيوه. لا شوف بقى الطالع بقى واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. ايوه الدبانة الحمراء، يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي جدو قريبي. قولي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صحيح حكاية الكنز يا لمبي. امال ايه بيت وجودك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعي. ايوه صحيح الكنز حقيقي واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى ادقلك في الطاسة بقى وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الوضع في نفسك هو من اي حاجة فضيحة يتسبيلنا. حفيدك يسعد هو الله النوعة. قل لي يا بيت اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجلي ما يجي. اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شوية. ما تزعلش يا عم هيسة، خلاص موت على راحت. ايه بنت الكلام اللي يموت على راحت وانا فاضيين الكلام ده؟ هو في عادل. اموت في الهادف. اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغابي عندك. تدلين المرة دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت. تعبت خلاص. بالراحة علي. سيبنا موت واحدة واحدة. واحدة واحدة يا عم هريسة. كده هيبقى خان او كتير او بصراحة بقى. انا تعبت يا عم هريسة بقى. قال لي موت واحدة واحدة. ما تاخدها ماشي احسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم. اما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. ايه؟ مادام طلعنا قرايب ما ينفعش اموت وانا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينية صيادية. على فكرة انتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي انا شفتكم فيها. كل الخلق واحدة. ونفس الغيتاتها على فكرة، نفس السئالة ودماغ ما فيش. واضح ان العيلة الهريسية دي عيلة من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامة عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية. بلطية؟ بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. احيه مين عبليك؟ مين وحيه الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي إيه اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لو نبي. كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطساية. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطساية. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوا تلمع في حمايتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم، عيب الجملة اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه. ايوه. ومرة في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسة وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه جت فين؟ انا جاي لك يا بلطيه. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس بلطيه. انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه بلطيه؟ عم هريسه استنى، قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول. قول بس. بس ايوه ايوه ايه ده بقى عبيط قبل ما يموت والكبار ما بيموت. يا لهوي مات. مات طبعا. يا لهوي يا هضبة فندي. يا رجالة هريسة ابو الليف بيخلص خلاص.
وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعة وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريسة يموت كده بسهولة من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ اقعد يا بطل. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مسروق اللي بتحببه دي، وقعت البوظة. ايه دي يا هدم افندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارفين ربنا ينتقم منكم، إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده ده صحي يا بنت، ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي، ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ ده انتوا ولاد حلال. انت ونبصح في ولاد حلال ان هو لسه واخد الدواء بتاع الاستاذ دلوقتي، وقال قبل ان انام شويه واصحى يدركوا على الكنز، بس كل انتوا جيتوا يعني. اها مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك اتفضل اتفضل. مين اه قاعد هنا يا ماما؟ يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده هتاخده. خش خش خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. اقول بقى اه هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت يلا يا نور. الله يلم. ايه بس عايز جاي يا ولاد؟ يا عم حاسد يا عم. ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا ابوي يا حبيبي يا ابو، انا ماليش غيره. معلش معلش هنشوف له حل، هيفوق دلوقتي. طب انا محتاره دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده. لا مؤاخذه يابا. يلا معلش يا ابويا. رجعت ليه؟ يلا هاي. محدش هيجيبه غيري. هات النيله. بص بقى دلوقتي انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانه ورايا، هقابلك اكيد هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص الباب ده احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا نوع. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنيل وقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي. انا رجعت يا انا رجعت يا عبد الله. على السلامة. الله يسلمك يا تيخة. ايه ده يا عبد فرح من ده يا وده وقت يا لمبي وقت الهزار يا جدع؟ ده الفرح متسوم وبسموسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع. ده والنبي ده فرح انا؟ ايوه. Yeah.
حل الندى بلدنا السيدة. صباح الخير يا مزبوطة. صباحية مباركة يا جزيد. شوفت مش انا قلت لك انا؟ عمل ايه؟ انا قولي يا لمبي. قولي يا عنان لمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده وانا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام؟ واهل الحتة قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفة لا كنزي ولا كنز. لا ده كنز ولا كنز. اه. كنت فين يا لمبي؟ ايه يا بت؟ الله يا ساتر. انت ما بتنورش فيك حاجة ابدا، افتكري لي حاجة من ساعتين. الله. لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه. النبي. فين؟ أقول لك يا ست، أنا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بنتي لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شوية هوب ببص كده قلت إيه ده؟ إيه؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني فضلت أمشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك على الباب. قلت بس هو ده. رحت ضرب المفتاح فتحت. ما عايز ضيع ما انا عطشان انا حنك الماشي. طب انا عايز اقول لك طب بوز ميه ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بانه ايه؟ يكونش ده الفانوس السحري بتاع النصر صلاح الدين الليوبي. لا الوديعة دي الوديعة دي شبيك شبيك ساسات ساسات أحب أمي بعد الحاجات زي كتابة واحد بس. هما مش كانوا طلعتا العفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك ثلاثة انت ليه واحدة؟ هو ترى واحد بس يا مطلوب وخلص يا اخبار. لا طب على ايه؟ الوش ده لازم يتطبق ويتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا اخبار. طب انت في مية يا واد ما ما يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان احنا جايين في مصلحه وحطيكم على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبرنس عفان ماشي انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هاي 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 هي. من أنت؟ أنا اللمبي. حسناً حسن اقتلوا هذا اللمبي. اقتل مين؟ اوعى يا عم الحاج اوعى يا اوعى ايدك يا معلم. خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى للوز اصحى اللمبي على حق يا عم الحاج. حسناً اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير الروح غالية. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف.
النبي ليلتك عسل والله. النبي عسل ان شاء الله. هي. 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 ابو خلود يا جامد انت. هي. اتفضل. دي فنون شعبيه، ده فنون شعبيه. محمود رضا دي، محمود رضا هنا معاكو. كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السنجه. سلم بي؟ لا. ما هي السنجه؟ السنجه السنجة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السفوريا يعني. السفوريا حتة كده مبرططة وحلوة. عجل اعرفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت ظرف وانا بقى من تحت باطه كده وطرعتك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفورة. ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت. ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا ده هو لسه بيفرفل لحد الوقت الدم. انا رفير. واو ما بيه. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا بيه. سلم بي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا رئيس. لقد عينت سيرلم بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده بعيده قوي. للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي. بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع. ندوه. رائع سيرلم بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا حرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك.
ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ أكل نصر إيه؟ ده أنا كبير أوديهم مدينة نصر. نصر إيه؟ مدينة نصر؟ مين. مدينة نصر اسم جميل، اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم، بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر، أيوة، وعباس العقال. حسن حسن، لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الإكسسوار. وملوك الإكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة عمال على الناس. سير لامبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في الأوضة الصيانة. هي. هي. سير لامبي. انت ايه، هتعمل حاجه ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 لا، اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 لا، اهدى شويه بقى، اهدى. دي اختي وانت اختي، يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق، عيب. هذا كلام يخرج من قلبك؟ نعم من انا اصدقك. ميرسي قوي، شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ سيا نجوى قوي حببت انت. نعم ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي، أنا لمبي مدرب الكونغ فو الجديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل على القائد؟ ماذا سنفعل على القائد؟ لا أقفلك في حتة بقى، أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أخوان. أنتوا أخوان؟ أخوان. إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكوا، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة، مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض، ارمي. دلوقتي إحنا هنتعلم إزاي نبقى في بولعية في الخناق. أول حاجة هنتعلمها، أنت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص؟ خش عليه. أنت بالنسبة لي هتروح مديله بالركبة ببطنه. وأنت برضه نفس الفكرة، تروح مديله بالركبة ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب، توطي. خلاص؟ يلا العب. أنتوا عندكم أنا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده، ها؟ تعمل ايه؟ تهويش. اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انتوا، انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك، وانتوا اضربوا ببعض. خلاص يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والربه دي. بس خلاص، خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه ايه ايه
ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فاق جسمي انخلص اسمك فاق جسمي كده يا كده اسحن النون اسحن النون طلع لسانك كده يا الفارس هذا هو هريسة ماذا تريد أن تفعل به؟ هريسة حبيبي هريسة حبيبي اسأله في أي أوضة اسأله في أي أوضة لحد ما خلص أمرك أيها الفارس حبيبي عم هريسة هجيلك أنا يلا يا ليش تميات دلل على أبوكو حديك بقى حمدان حديك بقى حمدان أخليك تروح قربان خليك تروح قربان وهوب فوق وهوب فوق لو ليك الشوق لو ليك الشوق وهوب أيوة الفارس نعم لقد وضعته كما أمرتني إيه اللي وضعته أنت بتولد ولا إيه هريسة 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 إذن وقف أنت هنا أيها الكلب الكسور وقف أنا أدربهم أين تذهب يا الفارس أنا ذاهب إلى الكنيف كنيف ايوه كنيف هو اقف هنا يلا همكك اقف يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي ماذا وراءك يا عصفور ان هذا اللمبي يفعل اشياء غريبه يا مولاي ماذا تقول سمو الامير أنت تبالغ في الأمور يا عصفور يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي ماذا تقول؟ سمو الأمير هذا أمر بديهي أيها العصفور مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة الضرب في البطن بالركبة البصق نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك كفى لا تقل هذا عن اللمبي فاللمبي صديقي مولاتي أكمل كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة 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 إنها فرصتنا إذن لماذا يريد هذا اللمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر أين؟ وجدتها عصفور اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها ولا تجعل أحداً أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها لأن هذا سر أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال أنا عظيم اذهب 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 أنا رائع أنا لم أحدث في التاريخ أنا أحبني لابد أن أكافئني فرودو نعم يا أمير اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون أمر سموك فرودو بونبون سيما هريسة والكنز نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش وهذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه حسن اذهبي إلى هذا اللمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرف عن الكنز ماذا؟
لم أكن قرة عينك، لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني. بكثير، ولك أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليبس، أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، هي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آين يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا اللمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدوف على النبي، هو هاريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي. لمبي مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة إيه؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا أنا أمعى أمعى على الرفايس يا أولادي. شكرا كبير. دستور سيدتي، ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي، تعجبني شهامتك. انتظر، انا اتية اليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لنا أصبك، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير. إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرة لازم يتغار عليك، بس هو هتعمل إيه بقى؟ واضح إن هو راجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني
قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت هريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. أحقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر. هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر. كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه ماي جاد. يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر one minute. يموت أرنوت يموت ليست هي المشكلة، لقد اخذ منا الماني. الكورونا عند هاف كورونا عند ربع كورونا حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما امامنا. ما هذا الكلام ايها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب الى الجحيم دون ان يعلمنا اين مكان الكنز؟ دوق هضبة، انا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على انفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أدلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. ويلدن على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ زلمبي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ زلمبي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا هيا. اذهب واحضر لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز شوز. ماشي. جد هريسة. جدو سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا قد فازت دول. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا الليمبي. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألفس بريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر كده. هاتي انزل. هذه ايه؟ الدبانة الحمراء. يا للروعة يا للجمال. اخي انت بتقلقني منك ليه؟ وماله؟ الذبابة الحمراء. ايوه سر العائلة. ايوه الان
أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. اقترب. اقترب أكثر. أكثر عطف بقك يعني ولا إيه بقى؟ يا للجمال. أيوه. يا للحسن. حسن أيوه. يا للروعة. الراجل ده أنا قلقان منه، وما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. كتتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي جولييت؟ هي جولييت تبقى كتتي؟ وأنا روميو وروميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين، نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده، زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة. اقترب أكثر. أنا مش عارف الآن منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. أيوة. عند آخر ممر الزيزفون. أعرفه أعرفه. عارف أنت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. أيوة يعرفه مكان السفون. أيوة. ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب أكثر فأكثر. فاكسر فاكسر ازاي يعني؟ فاكسر فاكسر ازاي؟ كتي. او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيله كلها دي بترفع رجلها من الاخر. دي مكان الاعلان. بس انا عرفت ليه. مفتاح كنز. هيا 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 هيا. هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهن شاه سكند. صمتا صمتا صمتا. كيف تتكركع وتتكدس مع هشام اسكندر بهذه الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اقبضوا علي. مبسوطه اتركوني يا بنت، اتركوني يا احمق. ماذا تفعل؟ اكسر ما تكسر. هاي 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 هاي. سيقتلوننا. يا ست عاد ما اسكت بقى، كان بس من ما شفتك. ماذا تقول؟ بل اقول بل افوت. اعودي بقى بدماغك اللي سامر للشباب كان القدافة دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بلا مغوار بلا منبار. اعودي بقى والمصحف حكلك على وجهك والبنية بقى. اجرعوا الليلة والبنية والمصحف على السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ انه الليمبي مدرب الكونغ فو. هل نسي؟ ايه يا؟ انه انقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخردة بتاعت ارضي يعوم والمصحف. لا انقلاب، اقبضوا على الخائن. غلط. يا 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 ي
ارسل لعناتك على كل خائن ليرعد الرعب ليبرق البر. اين اللعنه؟ اين اللعنه؟ لقد طلبت ان تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم. هرس قال بعد الممر. هيا 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 يا سنوم. باب الكنز. باب الكنز. يابا يابا انتظر انتظر. الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يابا انتظر يا سلومبي. يابا اني اعطيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. هدفوني انا ميري وريد.